امرأة وضعت في أول رمضان ولم تستطع الصيام بسبب النفاس، وبعد رمضان شرعت في الصيام في قضاء ما عليها من الدين، إلا أنها لم تستطع إتمام الشهر الذي أفطرت فيه حتى وصل رمضان آخر. إذا لم تستطع، كانت مريضة فلا شيء عليها. إذا أخرت رمضان كسالا وتهاونا احتجر رمضان أخرى، فبعض الفقهاء يقول من باب تأديبها أن تصوم كل يوم وتعطي مدا عن كل يوم تأخرت فيه.